تعطيها حق زي تكذب على روحك. اول ما خرجت النتيجه والناس كل دخلت بعضها وكل شنية كنت نجم نكون، اما عمري ما عملت لي فور باش نوصل للحاجه ذيك. محمد ياسين توجاني من نفزة باجة، ليسي بيلوت باجة، باك مات 19.21، وجيت لول في ولاية باجة. من لول للاخ عملت جولد عمناه باللايف وكل، حبيت نجرب قبل بعام. عامة الباك بالنسبة لي أنا تعدى أكثر عام منظم نوعا ما، أكثر عام يعني تراي هرديت فيه، حاولت اني نخدم على روحي اكثر عام خديته سيريوزمون في القرايه من بين العوام اللي فاتوا الكل. نقول صعيب نوعا ما، اصعب شويه ما ماهوش يعني صعيب كيما في بين الناس الكل، خاطر هو عنده الحجم السوسيال نتاعو فهمتني. اما الحقيقه الناس الكل بعد ما تعدي الباك تقول لك الباك ساهل. انا معت النتيجه قالوا لي باش تجيب بكري نتيجة، ماش سمعت كي أنا حصيل. سهرت مع أصحابي المثلاثة ولا الأربعة، وبعد قعدت نرقد وكل ساعة نقوم شوف اسكو جيت نتيجة ولا هتش، جيت 9:04 ولا ماش وقتاش وقت سمعت بالنتيجة. وحال أنا مش أنا كهو بيث ميساج، أنا وامي هي زادة سامعت وناس ما فتزغريت الدار جو ريك وكيف اسمع. أول ما خرجت النتيجة والناس كل دخلت بعضها وكل، قعدت نسأل في أصحابي اللي نعرفهم هما من أحسن تلامذة في الليسي، احنا مش نكبير برشا الليسي بيلوت باجة، عنا دو كلاس بكما. قعدت نسأل فيهم ووقتها اكتشفت لي انا جيت الاول فهمتني. بعد فيسا هبطوا في الليسي نتاعنا في الباج. انا نلقى روحي في دومين سيانتيفيك، نلقى روحي في دومين يعني المات والفيزيك والحاجات هذيا، دونك ناوي نكمل في الدومين هذايا. مفتاح الاول والاهم بالنسبه لي انا انك تعرف كيفاش تنظم وقتك، هذه حاجه عمري ما جربتها قبل انا. وسنة خذيت نصيحة ديجا مدام سارة تاع الصحة النفسية في تاكي، وهي اللي نصحتنا قالت انا جربوا حتى كان ما تهش بكم تحكي جوست جربوها هكا هاو باسكو تنجم تشوف جامعتي مسطر الكل. والحكاية هذيك خلتني نضيعش برشا وقت، مش لازم تكون بارفيتمون منظم وقتك، اما نظم وقتك للماكسيموم خاطر فما برشا وقت يبدا يضيع في حد شيء ما تلاحظوش كان بعد ما يفوت ما تنجمش ترجع. في الباك بصفه خاصه انا ننصح العباد تكون اجور في الماتير برانسيبال نتاعها، ننصح العباد الكل انها تحاول تكون أجور، تكون صادقة بينتها وبين روحها. أنا منجم نقول لك اللي أنا جوي باهي في الفرسية والحكاية كيك، وقت أنا نعرف من داخل اللي أنا عندي دي لاكون في حكاية معينة فهمت، زي تكذب على روحك. ما تستهزئش بالأهمية متاع الموضوع، فما برشا عباد تيقر من قديش الباك صعيب وقديش الناس الكل عطيت تقدر وكله، تحاول تعمل الاكسبسيونيل بكونها ما تعطيهوش قيمة ولا ما عرفش. أنا ما تقراش كومي الفو، انا ننصح انك تعطيها حق، تعطيها حق، مش لازم تعطيها اكثر من حقها، اما تعطيها حق. والله الحقيقة نشكر بصفة خاصة أمي وبابا، وقفوا معايا عام سنة بكدي بكدي. أنا نسكن في نفزة ونقرأ في ليسي بيلوت باجة، يعني بيناتهم 40 كيلومتر وحكي كيكا. سنة اكسبسيونيل ما كريو لي دار في باجة وقعدوا معايا وضحاوا معايا برشا الحقيقة، ما تخدم وبابا يخدم وينافيو على خاطر أنا باش نجم نقرأ. دونك كلي عام كامل وأنا كل مرخ كل محكاية في مخي أني عندي مسؤولية ذي فهمتني. والله انا نحب نشكر سي عادل بروف فيزيك، نحب نشكره بصفه خاصه خاطر الحقيقه هو كان اكثر بروف كلي نوعا ما عرفت فوسط الشارج تاع القرايه الكل، وانت تقرا من الصباح لليل وفي الليسي وفي التاكي ولا في الليتود ولا اللي هو، كان كلي البروف اللي ضحكنا في القرايه اللي فهمنا ببساطه، كان ديما عنده لي فيديو نتاع التفسير بال يعني بالانيماسيون باش تفهم اكثر الحكايه كو سوا في الشيمي ولا في الفيزيك. حاجة زادت لي أنا عام سنة هي الحقيقة الديسيبلين. أنا الحقيقة من قبل باهي في القراية، وكلي عمري ما استحقيت نعمل إيفور زايد باش ننجح بمعادل نحب ننجح بيه فهمتني. السنة هو الأول عام وين تحملت المسؤولية. موتيفيشنال سبيكر ولا بصفة خاصة هو راهو بريسك بطل اسمه ديفيد جوجنز فهمتني، معروف بكدا. فما مرة سألوه قالوا له شنو هي أكثر حاجة تخاف منها؟ يا اخي قال انا اكثر حاجه خاف منها اني نهار اخر نقف قدام ربي ولا اي حاجه تؤمن بها، نقف قدام ربي ويوريني انا شنية كنت نجم نكون، اما عمري ما عملت لي فور باش نوصل للحاجه ذيك. نخرج البار.
تتفرج في فيلم. حقيقة زوز في ماتيريت اون غروب في ماتيريت اون سولو. في الليل. صحيح صحيح بكت محريث على خاطر المات الحقيقي انا شخصيا رماني باهي فيه اما ما عطيوش ثقه وتنسى لي زوبسيون لا لا بالطبيعه لا ما لازمكش تنسى لي زوبسيون صحيح لازمك تركز في لي ماتيير برينسيبال اما كل كيما قلت لك بك كل حاجه لازم تعطيها حق ديفينيتلي نعم نشارك في تكي اكاديمي خاطر الحقيقة عاونتني برشا عام سنة تكي اكاديمي كيما قلت لك انا جربتها عام ناول وكونو اني عندي البلانينغ بتاع القراية من قبل زاد عاوني تعرفت على برشا بروفيت وبيرسبكتيف اخرى وديما قد ما تخدم اكثر قد ما خير